كأنه موضوع حياة أو موت بالنسبة لفرنسا ما يجري في النيجر من أكثر من زاوية. خلينا أذهب للدكتور غازي. دكتور غازي، هل تتفق مع الأستاذ عامر أنه من هذا الباب الخيار العسكري ما زال قائما بقوة من بوابة تشاد مثلا؟ نعم بالتأكيد، يعني تشاد حليف استراتيجي مهم جدا بالنسبة بالنسبة لفرنسا، وأعتقد أن مسألة الانقلاب داخل تشاد اللي تسمح داخل النيجر اللي ستسمح بتدخل عسكري من تشاد وفرنسي أيضا ممكن، ومن دول كما أشار أستاذ عامر ومن دول الأكواس، أعتقد سيحسم هذه المعادلة الراهنة ويقوض المجلس العسكري في النيجر ويعيد رئيس الجمهورية السابق وممكن رئيس المجموعة الجديدة المعارضة اللي أشار لها الأستاذ عامر يلعب دور متقدم بالنظام أو بالحياة السياسية القادمة. أنا أعتقد لا يوجد خيار آخر للتدخل مباشر، لكن إذا ما لكن هذا دكتور يعيدنا إلى سيناريو الحرب الأفريقية الإفريقية مع موقف بوركينا فاسو وموقف مالي وربما موقف الجزائر أيضا يصب هنا. طبعا، لكن لا ننسى الجزائر، موقف الجزائر يختلف أكيد عن تشاد. موقف الجزائر هو موقف يعني يأخذ بالسياسة الأفريقية العامة، يحرص على سمعة الجزائر بعدم التدخل بالشؤون السيادية للدول، عدم استخدام القوة، يعني فلسفة الجزائر اللي هي قريبة من عدم الانحياز، وهي تلعب دور أيضا قيادي على الصعيد الأفريقي. ما أعتقد تلوث نفسها أو تاريخها بتدخل عسكري ينتهك السيادة أو ينتهك إرادة الشعوب أو يمثل تدخل. دكتور، أنا ذكرت الجزائر هنا في سياق أنها يعني رفضت رفضا قاطعا أي تدخل عسكري في النيجر، بطريقة أو بأخرى صبت في موقف مشابه لبوركينا فاسو. بوركينا فاسو سقفها كان أعلى، اعتبرت أي تدخل عسكري سيكون إعلان حرب عليها. الجزائر كان موقفها يعني أخف، لكن بالنتيجة الجزائر ترفض أي تدخل عسكري. إذا كنا أمام اجتياح بري بدعم فرنسي بطريقة أو بأخرى من تشاد أو من نيجيريا، إذا عاد الموضوع لا أدري إن كانت التركيبة القبلية في نيجيريا تسمح بهذا، ولكن أي اجتياح بري عسكري سيؤدي إلى حرب أفريقية أفريقية طاحنة. نعم بالتأكيد، ولهذا السبب لا يمكن الذهاب إلى الخيار العسكري كما أشرت بدون وجود غطاء دولي من مجلس الأمن الدولي ومن مجلس الأمن الأفريقي، غطاء حقيقي جدي. يعني ولحد الآن ما يحصل في النيجر انقلاب تقليدي كما حصلت الانقلابات العسكرية في مختلف الدول الأفريقية. يعني لا توجد اليوم في النيجر مذبحة جنوسايد كما كانت في رواندا، ومع ذلك لم يتدخل المجتمع الدولي ولا مجلس الأمن الدولي في رواندا لإيقاف هذه المذبحة. اليوم في النيجر انقلاب عسكري تقليدي، يعني إلفنا في آسيا في أمريكا اللاتينية، هو لأنه اليورانيوم في النيجر أهب من دماء شعب رواندا. طبعا واضحة. إذن لابد من غطاء أما داخلي عبر انقلاب يدعو إلى مساندة أفريقية فتتدخل ممكن النيجر عبر هذه الدعوة، لكن أكيد سنشهد اضطرابات مواجهات ممكن ما يشبه حرب أهلية عبر المواجهة العسكرية بين المعارضة وبين السلطات العسكرية، وفرنسا أكيد ستلعب دور قد يكون مخفي. يعني ليس بالضرورة أن تظهر فرنسا يعني كدولة للحرب والطائرات وصواريخ التوماهوك وغيرها من التفاصيل، يعني أكيد هناك سيناريو. طيب دكتور، حتى أختم معك ونودعك، نعم. إذا دفعت فرنسا باتجاه هذا السيناريو المقلق، سيناريو الحرب، هل ستبقى الجزائر بتقديرك متفرجة؟ الجزائر لا يحق لها التدخل يعني لمواجهة فرنسا، لأن بالتأكيد لهذه المواجهة كلفة. يعني قد تصدر بيان، قد تصدر احتجاجات، لكن لن تذهب إلى خيار المواجهة العسكرية أو تحشيد دول أفريقية ضد الوجود العسكري الفرنسي في أفريقيا، لأن أيضا الجزائر تدرك تماما أن المصالح الفرنسية واسعة النطاق
في القارة الأفريقية بجانب المصالح الأمريكية والمصالح البريطانية. لكن أنت تعلم دكتور غازل وفق التعديلات الداخلية الجزائرية الأخيرة أصبح بإمكان الجيش الجزائري أن يتدخل خارج الحدود. نعم، لكن ما أعتقد الجزائر بحكم طبيعة علاقتها وارتباطاتها الوثيقة مع فرنسا، لنسى ارتباطات الغاز وارتباطات النفط الشركات الفرنسية، هناك مصالح كبرى مترابطة بين الجزائر وبين فرنسا. إذا ما ذهبت الجزائر لاتخاذ موقف يعني يوتر العلاقات أو يذهب بالعلاقات الفرنسية الجزائرية إلى الجمود أو إلى المواجهة، أكيد هذا ليس من مصلحة الجزائر على الإطلاق وليس لمصلحة دول شمال أفريقيا. يعني يجب الذهاب إلى دور جزائري دبلوماسي. حتى لو تم التنسيق مع روسيا هنا دكتور غازي؟ روسيا لن تتدخل عسكريا في أفريقيا، ما زالت روسيا محدودة. هي متدخلة عبر الفاغنر، متدخلة في أكثر من ساحة. فاغنر ميليشيات من المرتزقة، فاغنر ليس في الجيش الروسي، فاغنر مرتزقة من مختلف الدول. نعم الروس موجودين لكن هذه ليست منظمة، لكنها يد روسيا الضاربة في أفريقيا اليوم. ما يخالف لكن غير شرعية، يعني مثل ما حزب الله في لبنان وحزب الله في العراق، يعني كل هذه التنظيمات هي تنظيمات تتبع إلى إيران، هذه لا تمثل الجيش العراقي ولا القوات المسلحة اللبنانية ولا الجيش السوري. يعني نحن أمام مشكلة الميليشيات والتنظيمات المسلحة غير الشرعية مثل مشكلتنا بالسودان، قوات الدعم اللي هي هو الإرهاب اليوم ممكن أن تمثله دولة، يعني عندما تقوم دولة بقتل قارة بأكملها هذا إرهاب أيضا. طبعا دولة الخلافة الإسلامية الإرهابية. لا أتحدث عن فرنسا، أتحدث عن فرنسا، ما تقوم به فرنسا في أفريقيا هل هذا شرعي؟ هو غير شرعي، يعني هو بالنهاية انتهاك للسلطة لفرنسا وغير فرنسا للدول الاستعمارية للنفوذ للهيمنة على اقتصادات هذه الدول، أمن هذه الدول. يعني عندما تشتري فرنسا اليورانيوم بمبالغ بخسة 20 مليون هو يساوي أكثر من 70 مليون يورو، هذه كارثة. فرنسا تتمتع بالكهرباء والشعب في النيجر وغيرها محروم من الكهرباء، محروم من الحياة، محروم من العمل، الغذاء، يعاني من مشكلات كبرى بالبيئة، بالمياه، بالهجرة. يعني أيهما آذى الأفارقة أكثر يا دكتور، الدواعش ولا فرنسا؟ والله بالنسبة لي طبعا فرنسا عادت، لكن الدواعش أيضا منظمات إجرامية ارتكبت جرائم. يعني أنا على الأقل بالعراق يعني مقابر جماعية، قتل على الهوية، دمرت الاقتصاد، فرضت نظام شمولي لا يمثل الإسلام على الإطلاق. بالعراق المقارنة ربما أفضل مع الدور الأمريكي والدور الإيراني، يعني الساحة مختلفة بطريقة أو بأخرى. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور غازي فيصل حسين، أهلا ومرحبا بك دائما معنا في استوديو.